السلام الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، معكم محمد العومي. لا تزال ثوريا التي كانت ضحية للزلزال الذي ضرب إقليم الحوزة الصيف الماضي تعيش وضعية مزرية بعد تضرر المنزل الذي يأويها رفقة أسرتها بقلب المدينة الحمراء. وكشفت السيدة في تصريح جديد لأحد المواقع الإلكترونية أن الفنانة الشابة منال بن شليخة وزوجها قام بإنقاذها من البرد الذي كانت فيه بعد تقديم الدعم لها، وقالت إن الجميع استغل صورتها لتحقيق الربح المادي دون أن تتم مساعدتها على إيجاد مكان يأويها رفقة أبنائها بعد أن تسبب الزلزال في تشريدهم.